انه انت بتعرفي كل شيء، وهلا بدك تحكي بدون لف ودوران. يلا عم بسمعك. كان خايف لننزع عليه عرس ابن اخته، لهيك سوى كل هالشيء ليبعدنا، ما هيك؟ ايه لا عزي، من البدايه ومن اول ما عرفتك حاسه انك عم تكذبي علي. احكي ليش خبيتي عني الحقيقه؟ بعرف انه اولادهم سليم وعثمان كانوا متورطين باغتصاب فاطمه. يلا بدك تحكي لي كل شيء. مظبوط ميسر، هنن كمان اغتصبوها. اي بكفي لهون وبس يا رشاد رشدان. تعال سهري فوت. شو عم يصير؟ مرام بدها تطلع مني. توقعت هذا اللي انا كنت خايف منه. لو ما اكلت هوا ليلة خطبتك ما كان صار كل هالشي وما كنا تبهدلنا. سهري لا تاكل هم، انا رح احاول اقنعها على مرام. كيف رح تقنعها منير؟ البنت صارت متأكدة. الله يلعنكم. نعم احسان، هلا انا مشغول شوي ما فيني احكي معك. سيد منير، المرأة كشفت اللعبة. أنو مرة؟ الست مريم كشفت لعبتنا وعرفت انه ضحكنا عليها وقالت ما رح تمرقها. انا صرت خاف اسألك شو صاير. حبيت وصل لك الحكي. ماشي. هاي كمان الست مريم دخلت على الخط. شو؟ مريم امه لكريم عرفت بكل شيء. حتى انا ما عاد فيني ساعدكم. هدول جماعة قوايا، ما كان في قدامنا إلا نسكت. هداك الزلمة منير قالنا إنه رح يساعدنا. فكرك ليش أنا ساكتة عنهم؟ أنت ما بتعرفي شيء. إذا ما سكتنا بيقتلوا لكريم. ما فيهم يعملوا لي شيء. كل هالقد مخوفينك الجماعة؟ حاملين لك سلاح؟ اهدي شوي. اسمعيني، كريم مانو بريء، هو مثلهم. كمان متورط معهم. ما فيه ينفذ حاله. هو أول واحد اقتنع، أخذ المصاري وسكرت أمه. أخذهم قدام عيوني. اسألي لمعي، عطوه مصاري ليتزوج فاطمة ويسكر تمه. اسألي إذا مصدقة. مستحيل إني صدق هيك حكي. فكرك من وين كان عم يصرف؟ من المصروف اللي عم ياخده مني؟ ما كان عم ياخد مني ولا قرش. اسمعيني، إذا صار شي كريم أول واحد بينضر، وهنن أكيد رح ينفذوا بريشهم. وابصر شو ممكن يعملوا كريم لحتى يخلصوا حالهم. بيلبسوه تهمة. مانك بصدق أمان؟ ما حدا رح ياكلها غير فاطمة وكريم لحالهم وبس. يعني نحن اللي رح نتبهدل وهنن ما رح يصير عليهم شي. هدي لي حالك وفكري منيح، بتلاقي معي حق. بلا ما تكبري راسك مريم.
اجيت لاخذ هدول. فاطمة وقفي. مراد خاف ماما. بالزور لنام هلا صار احسن. وانت منيحة. كل ما بسكر عيوني بشوفه لهداك الواطي. فات على بيتي ولمسني مرة تانية. أنا منيحة. خليت قلبي يصير حديد وماني خايفة من حدا. فاطمة أنا مالي مثله. يعني أنت مصدق حالك؟ لو كنت مثله ما كانوا ساووا هيك؟ لو كنت رفيقهم ما كانوا ضربوني؟ ما بعرف. قد ما هني خايفين منك كمان خايفين مني. لأنهم بيعرفوا إنه أنا ممكن أذيهم مثلك. صحك تحاول تستفيد من هذا الموقف. ما بيعرفوا كيف نحن عايشين. فاكريننا متجوزين عن جد؟ لهيك بتوقع إنهم يأذونا. نحن هي لا تقولا. حتى لو أنكرتي هذا الشيء نحن عم نحارب بنفس الجبهة. مستحيل نكون هيك. لا تحاول تبري حالك. ما عم حاول. حتى لو أنت عفيتي عني أنا ما رح سامح حالي أبدا. ما رح سامحك. بعرف إني مذنب لأنه ما دفعت عنك. وما رح سامح حالي على هالشي. صرت قايل لك ألف مرة. فاطمة صدقيني أنا مالي واحد منه. يا ريت توثقي فيني. أنا بحياتي ما رح أقسيكي. صدقيني. أهلا وسهلا أمي. أنا دريت بكل شيء كريم، وهلا شو رح يصير؟ ما فهمت شو قصدك. كل شيء أنت ما حكيت لي إياه أنا عرفته. كيف بتبيع حالك بالمصاري مشان ما تكشف أولاد رجدان؟ أنت واحد ندل. وفاطمة بتعرف إنك أخذت المصاري وسكتت عنهم. الله يكون بعونها. كيف عم تطلع بوشك؟ لو انا محلك كنت بزقت بنص وشك. امي تتذكر انا سالتك ببيت رشدان وقدام الكل هنيك؟ قلت لك احكي كل شي صار معك ولا تخاف منهم. بس انت سكتت مو لانك كنت خايف منهم، لانه انت قابلت مسكوتك عنهم. انت فهماني غلط. انت حكيت لي قصص ودافعت عنهم. اللي ليش كذبتها؟ ليش ما قلت لي الحقيقه؟ طيب بس تجي بحكي لك كل شي. اجباري بدك تحكي لي. بكرة بس وصل رح تحكي لي على كل شي صار معك وانت عم تطلع بعيوني. يا حوين تعبي فيك، يا حوين التربايه وسهر الليالي، يا حوين.